طبعا هو هي الباله بيه انت هنا اكثر يقوى السوق عندنا في الباله فصل الشتاء يعني. واكثر الايام عندنا الجمعه والسبت والاحد يعني يصير عندنا شغل شويه قوي. تعرف انت شويه الباله رخيصه وملابسها هم قويه وحلوه ونظيفه، واكثر احنا عندنا ناس الاطفال يعني الاطفال بالنسبه لنا تمشي اكثر من الملابس النسائيه. اكثر شيء تعرف انت شويه البلد هم تعبان، العالم ظروف المعيشيه صعبه يلتجون هاي. اذا تروح تشتري من التجاره كل 20 25 ما عاد واحد قابل، الناس لا عاد شغل لا عمل، اكثر العالم عطاله بطاله فتلتجئ للباله. الباله حلوه ملابسها اولا، ثاني شيء نظيفه، ثالثه رخيصه، واحنا هم نسياهل ويا العالم مثل ما نشوف الناس. اقبال الناس على موسم الشتاء، الاطفال الحاجه بليف، الصبح شفت العصر نبيعها ب 500 ثلاثة بليف أربعة بليف، يعني هي شفت البالة الناس للفقير للماعد للعوائل المتعففة للناس يعني ما عنده عمل وسيطة تشتري بين بضاعة جديدة من السوق تجي للبالة، اللي هذا هو اللي الناس مساعدتها بالبالة. هي مناسبة ملابس البالة، فالقطعة مثل ما تاخذها بألف مثل ما تروح للتجاري تلقى التجارة أقل شيء بخمسة وبعشرة وبخمسطعش. هسه مثل هسه هذا القمصلة، هاي القمصلة بألف دينار، بعد تخلص لك الشتوية كلها وتبقى على السنة جديدة وان شاء الله خير. اي فهذه احنا نجي هنا سوق العلوة بيوماركات، طبعا فعلا اهمين اضبط من التجاري. اليوم موجود في سوق العلوة الكبير ملابس البالة باسعار مناسبة اول شيء، ثاني شيء ملابس تكون اصلية. خب احنا بنروح اليوم للتجاريات نلقان ملابس يعني اسعارهن غير مناسبه، يعني نروح القطعه مثل هاي القطعه اليوم نروح للتجاري نلقاها ب 5000 وب 6، احنا نلقاها ب 1000 دينار او ب 500 دينار. شغله اليوم الناس شتويه قويه نظيفه واسعارها مناسبه. هسه برد الجو اكو ناس عندنا عوائل متعففه، ناس لا توجد لديهم راتب او عيشه، واليوم منا الناس من تسوق على قد فلوسها، والعوز يفشل يا ابن عمي. Thank you.